أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون توقيف 22 مشتبها في إشعال حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شمالية البلاد، وأضاف خلال خطاب للجزائريين بثه تلفزيون رسمي أن الرئاسة واجهت بجلب طائرات إطفاء منذ بداية الحرائق، لكن للأسف لم تستجب أي دولة لطلب الجزائر كما قال. وأضاف أن طائرتين من إسبانيا وأخرى من سويسرا في طريقها للمساهمة في مكافحة الحرائق. غدوة تكون طائرتين إسبانيتين، ومن على 3 أيام تكون طائرة سويسرية. نقدر نسيطر بهذه الكيفية، نقدر نسيطر على هذا. وشدد تبون على أن الوحدة شيء مقدس، ومن يمس بالوحدة الوطنية سيواجه بأقصى العقوبات، متعهدا بالتصدي لكل من يحاول التفرقة بين الجيش والشعب. نتصدى كلنا إلى من يريدون أن يفرقوا الجزائري بين منطقة ومنطقة. هذا أمور، هذا هو الإجرام في حد ذاته. الشهداء اللي استشهدوا منهم اللي من المنطقة، منهم اللي ماهوش من المنطقة، منهم اللي من ولاية، كثير من ولاية الجنود الشهداء اللي استشهدوا من غرب الولايات، وكل الولايات حاول تساعد بوسائل الإطفاء اللي عندها، اللي موجودة عندها، حتى نتاع خواص حاول تساعد باش تخفف الوطن. وفيما تتواصل الجهود لإخماد الحرائق في عدد من الولايات الجزائرية، فقد أمر القضاء في ولاية تيزي ووزو بفتح تحقيق في قضية حرق شاب اشتبه بتورطه في اندلاع الحرائق الأخيرة التي عاشتها البلاد، حيث تم حرقه في وسط الولاية. الحرائق تلتهم غابات الجبال في عدد من الولايات الشرقية للجزائر، وتحل معها لعنة الفتنة، هكذا يقولون هنا. شاب يشتبه بتورطه في إشعالها يقتله مواطنون حرقا بتيزي وزو، ليتضح فيما بعد أنه قادم من ولاية عين الدفلة للمساعدة. الحادثة أثارت ردود فعل حادة على مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة العدل أصدرت بيانا تعد فيه بتحديد الفاعلين وبالتحقيق وإنزال أقصى العقوبات، جريمة تعكس حالة اليأس والغضب الشعبي، يقول متخصصون. أعتقد أن الحادث المؤسف جاء نتيجة سياق، ذلك السياق شهد أزمات متنوعة متكررة صادمة للجزائريين، دفعوا فيها تكلفة كبيرة جدا، الأزمة الصحية، اندلاع الحرائق، ولكن وكان الثمر ذلك اعتماد منطقة التخوين. ترتفع حصيلة ضحايا الحرائق، وتحذر الأرصاد الجوية في البلاد من استمرار موجة حر تتعدى 50 في عدد من الولايات. وفيما تستمر الحرائق في الولايات الشرقية للجزائر، تشهد ولايات أخرى جهودا تضامنية مع المناطق المتضررة وإعدادا لقوافل مساعدات ترسل تباعا إلى المناطق المنكوبة. الهبة التضامنية مع ضحايا الحرائق الأخيرة تعود لتصنع مشاهد اللحمة بين الجزائريين، لحمة لم تفرقها الكوارث الطبيعية ولا الأزمات السياسية ولا الاقتصادية، رغم تواترها منذ سنوات في البلاد. تضامن شعبي واسع من قبل الجمعيات الخيرية وهيئات المجتمع المدني. سرعت جمعية الأرشاد لإصلاح الجزائرية عبر هيئة الإغاثة الجزائرية المكلفة بمثل هذه النشاطات بتشكيل خلية أزمة في ولاية تيزي وزو، والتي على ضوئها استطعنا أن نجمع أهم الاحتياجات بالنسبة للسكان في المنطقة. حالة من الحزن الشعبي تخيم على الجزائر، تنكس الأعلام الوطنية حدادا على من رحلوا في انتظار نتائج التحقيقات التي سيعلن عنها في قادم الأيام. جهيد رمضان، العربي، الجزائر. ينضم إلينا من الجزائر توفيق بقاعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، أهلا بك. سيد بقاعدة، هل تجد أنه من المنطقي أو من المبرر أن تكون الاستجابة لهذه الحرائق المنتشرة في أكثر من ولاية جزائرية يعني اعتقال عدد من الأشخاص باعتبارهم مشتبه بأنهم افتعلوا هذه الحرائق؟ تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. أعتقد بأن ما جاء في خطاب الرئيس عبد المجيد تبون اليوم بأن 22 شخصا تم اعتقالهم لاشتباههم في وتورطهم في إشعال هذه الحرائق، هذه مجرد
يعني مجرد أشخاص متهمون، لا توجد هناك دلائل أو قرائن حقيقية إلى حد الآن بأنهم متورطون، والدليل على ذلك في المرات السابقة تم كذلك اعتقال العديد من الأشخاص لكن تبين بأنهم إما فلاحون أو أشخاص بريئون من التهم المنسوبة إليه. أعتقد بأن محاولة إنكار السلطة لطبيعة الأحوال الجوية وزيادة حدة الحرارة في الأيام السابقة وإقرار بأن هناك أشخاص أو أن هناك مؤامرة تريد الإضرار بالجزائر هو هروب من المسؤولية. الأكيد أنه لا يمكن نفي فرضية أن بعض الحرائق تم تدبيرها بعمل إجرامي، لكن لا يمكن أن ينطبق هذا الفعل على كل الحرائق التي شهدتها البلاد في شرقها ووسطها وغربها. إذن هل يعني هذه الطريقة وهذا الأسلوب متعمد للتغطية على إخفاق ربما يقول كثيرون من السلطة السياسية بالتعامل مع هذه الحرائق سواء من خلال يعني عمليات الإطفاء أو الإنقاذ أو حتى المساعدات على غرار ما جرى في دول أخرى؟ نعم، هو إخفاق بسبب عدم توفير كل الأدوات اللازمة لمواجهة مثل هكذا حرائق، خاصة ونحن شهدنا قبل شهر حريقا آخر في ولاية خنشلة، ووعدت السلطة بأنها سوف تقوم بإحضار كل المستلزمات من طائرات لمواجهة مثل هكذا حرائق، خاصة في المناطق التي تشهد تضاريس صعبة. لكن يبدو أن هذه الاتهامات أرادت من خلالها السلطة أن تخلي مسؤوليتها، لكن في تصوري بأن لا يمكن إخلاء مسؤولية السلطة حتى ولو كانت هذه الحرائق بفعل. طب في النهاية كما قلت لا يمكن إخلاء الثروة الغابية وحماية الأفراد، لا يمكن إخلاء المسؤولية أو يعني التنصل من هذه المسؤولية. لماذا لم تبادر السلطة بإجراء تحقيقات فعلا تكون شفافة لتحميل المسؤولية للجهات التي كان يفترض أن تكون مبادرة أكثر غير مقصرة وب يعني استباق ربما هذه الحرائق المتوقعة باعتبار التغيرات المناخية وغيرها، بأن يكون هناك استعداد لوجستي؟ لأنها هي المتهم الأول، لأن كل التقارير التي تم رفعها سواء من مصالح محافظة الغابات أو من الحماية المدنية أو حتى من المختصين في الأحوال الجوية وما والتحذيرات التي تم إطلاقها بأن الجزائر سوف تشهد عديد الحرائق في الأيام القادمة، لكن لم تأخذ الاحتياطات اللازمة ولم تبنى استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هكذا أخطار، بالرغم من أن النصوص القانونية منذ 2004 تنص على ضرورة استحداث هيئات للتنبؤ بالكوارث ومواجهتها في حالة حدوثها، لكن على أرض الواقع لا يوجد هناك أي لجنة أو أي هيئة التي تنوط بمثل هكذا إدارة الأزمات ومواجهتها في حينها قبل أن تتسع ولا يمكن إدراك المخلفات التي تحدثها. شكرا جزيلا لك سيد توفيق بقاعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، كنت معنا من الجزائر.